هذا وقد احتفلت وزارة التربية والتعليم باليوم الرياضي الوطني في نسخته الخامسة، وذلك بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات الرياضية التي راعت التباعد الاجتماعي. تم نقلها عبر الاتصال المرئي عن بعد على مستوى قطاعات الوزارة وإداراتها والمدارس الحكومية بمشاركة كبيرة من المسؤولين والموظفين والطلبة. قد أشاد سعادة الدكتور مجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالإنجازات الرياضية والشبابية التي حققها أبناء مملكة البحرين في مختلف المسابقات في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبالاهتمام الذي تحظى بها المسيرة الرياضية والشبابية من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يقوم به المجلس الأعلى للشباب والرياضة من مبادرات وبرامج متنوعة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، وبالتنسيق الذي يتم بين اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وبين وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير الرياضة المدرسية. إن الإنجازات الرياضية التي تشهدها مملكة البحرين في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه متنوعة وعديدة، والدليل على ذلك الميداليات والمراكز المتقدمة التي يحصل عليها شباب مملكة البحرين في هذه المحافل الدولية. إذن الحركة الرياضية تحظى باهتمام في مملكة البحرين، وتوجهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه أيضا تؤكد على ذلك، وهناك متابعة مستمرة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة في طرح برامج متنوعة في انطلاقا من هذا التوجه، وذلك بفضل اهتمام ورعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه. والوزارة أيضا تنسق بشكل مستمر مع اللجنة الأولمبية، وهناك خطوات كبيرة على هذا الصعيد، حيث أن اللجنة مهتمة بالرياضة المدرسية من خلال أيضا توجيهات ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه. وزارة التربية والتعليم حتى في ضوء الجائحة التي تمر على دول العالم بما فيها مملكة البحرين لم تتوقف حصص التربية الرياضية، كانت تتم عن بعد من ضمن منظومة التعلم عن بعد، وحتى في بعض الأحيان لما يكون هناك طلاب في المدارس أو طالبات الأخوة الزملاء ينفذون خطتهم الدراسية المطلوبة. نظمت وزارة التربية والتعليم صباح هذا اليوم 9 فبراير 2021 فعالية اليوم البحريني الرياضي، شاركت فيه جميع إدارات وقطاعات الوزارة كافة بهذا الشيء. الهدف الأساسي من إقامة هذا الحفل هو تعزيز مبدأ الصحة العامة لجميع فئات المجتمع البحريني، وغرس ثقافة الرياضة كأسلوب حياة في المجتمع. يوم البحرين الرياضي مو بغريب على وزارة التربية والتعليم، احنا بدينا فيه في أنشطة كثيرة، بس السنة تغير نوعية النشاط بحكم الجائحة، بس هذا ما وقفنا، خلونا نفكر بطريقة أكثر، وبعد عندنا فعاليات اللي للحين راح تجينا من المدارس، عممنا على جميع المدارس ان احنا لازم تقوم بذي الفعالية وتعطيها الزخم الأكثر، وهم تشغل الطلبة بتطلعهم من خارج اليوم الدراسي عن طريق التواصل سواء بالتيمز أو البوابة التعليمية إلى أنشطة رياضية مختلفة.